لما نتكلموا على العدد السياح المتوافدين على فنادق مجمع قوس قزح، نخص بالذكر الفنادق التابعة للمجمع والمتواجدة على مستوى الساحل، اللي هو عندنا فندق رويال توليب سكيكدا 5 نجوم، وكذلك الحديقة المائية مارينا دور متبوعة بشاطئ اللي هو تابع للفندق، شاطئ خاص بفندق رويال توليب. كل هذه المرافق السياحية تقدم خدمات يعني بمستوى عالمي وبذوق محلي.